حنا بأنبياء ولا حنا برسل، لكن فيه صفات تكرهها الشخص. وشان هي صفاتكم اللي تكرهون؟ أنا بعلمكم. أنا عندي ناكر المعروف، هذا ما داني. أي صفة يمكن تمشي معي، أي صفة يمكن أتحملها، ألا ناكر المعروف هذا أعوذ بالله يجيني من القشعريرة وأخذ من الصدمة، لأن هذا اللي جي حدك مصيره يضحي بك، يضحي بك في أقرب لفة. فعشان كذا اعرف من تحط معروفك فيه. أنا عارف أنك إذا بذلت معروف تبذل الوجه الله، ما تبى من حد شيء، أول اقصد به وجه الله، بعدين أنت سوى اللي يجود به نفسك. لكن بعضهم والله أنك تقصد به وجه الله ومنفع أهله ويرجع عليك. أنا من النوع اللي ما أحب أذكر المعارف، واللي يسويها لأي شخص كان، لكن اللي نرفزك إنك صرت سبب في رزق ومحل أحد الأشخاص، هو لا يعرفك وأنت لا تعرفه، من قبيلة وأنت من قبيلة. أعرف محل في السابق كيف كان، وأعرف محله هالحين وقفت معه. ماني محتاج هنا بخير وبنعمة، والله يزيدنا ويزيدكم من زوايد فضله، لكن اللئيم لئيم ما تقدر تغيره. المثل يقول غير جبال ولا تغير طبيعة، هذه طبيعة في الشخص. والله يا جماعة الخير، احتجت يوم من الأيام دقيت عليه ما يرد علي، أرسل له يقرأ رسائلي ويطنش. طيب أنت كيف وجهك ما يندى؟ ما يندى يعني كيف ما يعرق من الخجل؟ يا أخوي أنا لو يبذل أحد فيني معروف يا مخلد شخصيا، والله إني أستحي حتى من ظله، ما هب من الشخص نفسه، من ظله وباه يطلبني أي شيء عندي عشان بس أرد معروف له، ما هب ألقيه غارب. متوجه بإذن الله للرياض الحبيبة العاصمة، عاصمتنا يا جماعة الخير، فترة 24 ساعة بس وراجع إلى الحجاز، والله يوفقنا ويوفقكم ويسعدكم وين ما كنتم.